اكرم زاوية بالشوط الثاني لمصلحة بيت والفيفر الى خارج ارضية الملعب. شكرا استاذ زياد الحربي الكابتن الكبير واللاعب السابق. يبدو الاشتراك في حارس المرمى بالكرة الماضية، والله كرة لو عدت ممكن كان فيها جول كبيرة لمشاركة موسى الصاروخ في اخر الدقائق، وتحدث قبل بداية المباراة الى عريته الى جول الى جول الى جول. ركلة جزاء المحرمة بلنتي لمصلحة يمسار، يتقدم لتنفيذ الركلة الجبلي ولا شباتي. ضاعت ركلة الجزاء من شباتي غريبة. إلها الكرة الثابتة عبد الطارقي لعب لكرة لافة وصلت إلى حارس المرمى عن التعويض مثل الكرة القادمة بالركلة الحرة الغير مباشرة. خلنا نتابع الكرة القادمة ملعوبة. الكرة الماضية راحت إلى خارج أرضية الملعب، كرة مرتدة قادمة كريمة في الانطلاقة، اثنين أمام اثنين، هذه ممكن خطيرة، ممكن خطيرة لو عدى كريمة. هياها يا سلام سلم إداريات المركز الثاني إلى المحاولة لمصلحة الملك شمسان، وهم يقدمون جائزة أفضل لاعب في البطولة، وهنا كرة عليته في البطولة.